أقامت كلية الفنون الجميلة بجامعة وسط معرضها السنوي لنتاجات أساتذة الفنون التشكيلية من الرسم والنحت وفنون الزخرفة. ويأتي هذا المعرض للتعرف على مهارات وتقنيات الأساتذة وتطوير العلاقة بين الأساتذة والطلبة. هذا المعرض الذي أقامته كلية الفنون الجميلة في جامعة وسط معرضا للوفاء للأساتذة المتوفين خلال هذه الأشهر المنصرمة، هذه الحدث الكبير الذي آلمنا كثيرا وآلم أبناء واسط طلبة وأساتذة ومنتسبين. حقيقة معرض الوفاء للأساتذة شمل الكثير من الفعاليات، فعاليات الفنية والرسم والنحت لكبار الفنانين في جامعة واسط وأساتذتها، فضلا عن كبار الفنانين العراقيين. كذلك هذا اليوم شهد افتتاح هذه القاعة المباركة التي سوف تكون فيها نشاطات متعددة في الأيام القادمة إن شاء الله للأساتذة، للطلبة، لنتاجات الموهوبين، لتربية واسط، لكل المبدعين في محافظة واسط. تفتتح كلية الفنون الجميلة اليوم معرض الأساتذة السنوي والذي يحمل هدفين أساسيين: الأول تربوي، يكشف علاقة الطالب بالأستاذ اللي هو يجب أن يكون قدوة له فنيا وفي آليات العرض الفني، ثم فني واللي الهدف منه هو كشف وتسليط الضوء على قدرات الأساتذة في كلية الفنون الجميلة التي يعني تم تمثيلها بلوحات فنية تنتمي إلى عدد من المدارس والمذاهب الفنية، ولمسة من الوفاء إلى أساتذتنا الكبار أمثال محمد غني حكمة وإسماعيل فتاح الترك اللي جسدوها بأعمال نصفية. اليوم هو افتتاح المعرض التشكيلي السنوي لأساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة واسط. هذا المعرض هو معرض سنوي لأساتذة في اختصاص الفنون التشكيلية بين رسم ونحت وخزف وخط وزخرفة. هذا المعرض هو نتاجات للأساتذة السنوية لتكون يعني تكون وجهة للطلبة للاطلاع للتعلم على نتاجات أساتذتهم، على تقنياتهم، على لوحاتهم، وعلى كيفية عرض الأعمال الفنية بصفة متحفية يعني على جدار متحف. هذا المعرض أيضا جاء تزامنا مع تطوير قاعة الفنان نصير شمة من توجهات كلية الفنون الجميلة في تطوير البنى التحتية للكلية. حضرنا إلى المعرض الذي أقامته كلية الفنون الجميلة للأساتذة والدكاترة الذين يدرسون في الكلية، وكان معرضا جميلا والأجواء جميلة ومبهجة إن شاء الله.